بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات فيها الأماني سافرات حقا بصدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. آيات حكت حال أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. سنتعرف عن هذه الآيات ونبحث عن المغزى الذي نطبقه في واقع حياتنا حتى لا نصبح مثلهم. تنتهي الدنيا فيكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هؤلاء ينعمون وهؤلاء يعذبون. أهل النار وهم في النار لهم أمنية، ما هذه الأمنية؟ يتمنون أنهم يموتون ولا يعذبون. الموت نحن نخاف منه ونهرب منه في هذه الدنيا، لكن أهل النار عندهم أمنية. لذلك حكى الله عز وجل عن حالهم فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بعد أن استعرضتم حال أهل النار أعاذنا الله وإياكم ومن يشاهدنا من النار، نريد أن نقف على هذه الآيات، نبحث في يعني مقاصدها، وأيضا نتأمل حال هؤلاء حتى لا نصبح مثلهم. صح يا شيخ علي، النار دار كل شر وكل بلاء وكل عناء، إذا دخلها العبد لا يعرف النعيم، حياتها حياة الجحيم. ولذلك قال الله: إن المجرمين، فالإجرام طريق إلى النار. والله عز وجل يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ختم الله بماذا؟ وكذلك نجزي المجرمين. فسأل الله لا يجعلنا وإياكم. الإجرام أنواع كثيرة جدا، وأكبر جريمة ممكن تفعل على وجه الأرض هي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والبعد عن أوامر الله جل في علاه، وعدم اتباع منهج الله عز وجل في هذه الحياة. لكن أنا في كلمة سمعتها في هذه الآيات جعلتني أتوقف نوعا ما. قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. الموت هذا اللي كل واحد ما يتمناه في هذه الحياة الدنيا ويخاف منه ويهرب منه، قل إن الموت الذي تفرون منه. في النار يكون أمنية لأهل النار يا رب، يتمنون أنهم يموتوا، يتمنى الواحد أن عمره ينقضي ولا يعذب في هذه النار.
ومع ذلك يتمنى هذا الأمر ولا يجده. قال إنكم ماكثون. لما تتفكر في أمان أهل النار تعلم بأن هذه النار أمر عظيم وعظيم جدا. يتمنى الموت، بل هناك يتمنون شربة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الجواب قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يتمنى شربة ماء، اللي هي حتى الموية في الدنيا من سهولتها أصبحت مضرب مثل. كيف الاختبار يا ولدي؟ قال لك والله زي شرب الموية، لأنه دليل على السهولة واليسر، لكنه في النار أمنية يتمناها ولا يجدونها أهل النار. ولذلك في أثر على هذه الآية، ونادوا يا مالك، يقول ابن عباس يذهب مالك، هم يستنجدون بمالك، ليقضي علينا ربك، يذهب مالك يعني إلى الله عز وجل لينقل له خبر أهل النار والله أعلم بهم، فيعود بعد نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة. يعني يعود مالك بعد 500 سنة. هذا الأثر عن ابن عباس، بعد 500 سنة ينتظرون، يعود فيقول إنكم ماكثون. اللهم أجرنا. سبحان الله يا أخواني، في لفظ في الآية الله عز وجل يقول لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ما معنى لا يفتر؟ أي لا يخفف. يا الله، لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. ما معنى مبلسون؟ يائسون من كل خير. والعجيب أن أهل النار أيضا من أمانيهم الله عز وجل يقول على لسان أهل النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. شوف يعني أولم تكوا تأتيكم رسلكم، عشان في الموضع اللي في سورة الزمر يعني أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عدم اتباع الرسل. الله عز وجل بيّن أيضا هنا في سورة الزخرف لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مصيبة أن يصل الحال عند بعض الناس أنه يكره الحق، يكره القرآن، يكره الدين، تعاليمه، يكره سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله بعض الناس أنه في قلبه شيء من البغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق. الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه. حتى وصل الحال ببعض الناس من شدة كرهه لهذا الأمر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الدين وشعائر الإسلام أصبحت يعني محل سخرية واستهزاء عنده، وأصبح يتلذذ بهذا الأمر، يسخر بها ويستهزئ بها، وهذا نوع من أنواع كره الحق. نسأل الله لا يجعلنا وإياكم ممن يكره هذا الحق. من المغازي كلمة ونادوا، هذا استنجاد. تخيل أنت تستنجد بإنسان ولا يبالي. الله، يستنجدون بمالك، يستنجدون بالملائكة، يستنجدون بأهل الجنة، يستنجدون بالله عز وجل ولا مجيب. تخيل أنت في مكان كذا غارق تستنجد، ما في أحد ينقذك، ما في أحد، حسها مهلك. لذلك الله عز وجل لما أدخلهم النار هل ظلمهم؟ لا والله. لذلك قال الله عز وجل وما ظلمناهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. بالدقيقة الأخيرة ودي أختم معك شيخ منصور. فعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار أجمع. ويعني أيضا من جوامع الدعاء اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحان الله يا إخواني، هناك أشياء تجعل الإنسان يبتعد عن هذه النار، ومن أهمها التوحيد، ومن أهمها توحيد الله عز وجل والمسارعة إلى الخيرات والبعد
عن المعاصي التي تجلب الإنسان الوقوع في هذه النار، ومن أهمها أيضا كما ذكرت يا أبو حسين الدعاء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، سبع مرات في الصباح وسبع مرات في المساء. أسأل الله أن يجرنا من ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ آية أثرت فيها كثيرا في هذا الجزء العظيم، آية الله عز وجل يدعونا أن نتأمل في هذا الكون وأن نتأمل في أنفسنا. الله جل وعلا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الآية التي استوقفتني في هذا الجزء تبين أن القرآن روح ونور. يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكاية ومغزى، ألقاكم قريبا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية الطاهرة.